دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. مع انه مواقف حزب الكتائب من لحظة اعلان الحريري ترشيح فرنجية لمبارح دوخت اللي ما بحياته داخ، الا انه بموضوع الاعتذار من السعودية بيضوها وزراء الكتائب. ألان حكيم وسجعان الأزي رفضوا الاعتذار وكأنه كل دلع الشيخ سعد للشيخ سامي راح دعن. منقول العوافي للدكتور فارس سعيد. العوافي، الكل عم يسأل ليش فارس سعيد ما نزل مثل كل هالطوابير اللي نزلت على السفارة السعودية. ما نزلت شنو سمو السفير مو بحاجة لكل الوفود. سمو السفير تارك بيته وقاعد يستقبل بالسفارة. إيه ما حدا فكر انه هالبيت بده حراسي كمان؟ كنت ناطر بيت السفير كرمال هيك ما نزلت لعنده؟ إيه لكن فكرك حدا شغل أعله وفكر بهالشي غيري؟ شكرا فارس سعيد. والعوافي للرئيس فؤاد السنيورة. العوافي، بآخر اجتماع موسع ل 14 أدار ببيت الوسط شافوا اللبنانيين النايب السابق منصور البون بين الموجودين، شو عدا ما بدا؟ بصراحة نحن كمان تفاجأنا، عشان من لما راح الشيخ سعد للخارج ما عدنا لمحنا وجهه للبون. البارحة رجع الشيخ سعد فرجع البون. ايوه عرفت ليش؟ ما بعرف اذا واعد نفسه بشي كم بون من الشيخ سعد. وعرفت شو قال له الشيخ سعد باخر اللقاء؟ ايه قال له بون نوي. ما هو الشيخ سعد ناطر بون من الله. شكرا للرئيس السنيورة. والعوافي للوزير حسين الحاج حسن. العوافي، الشيخ نعيم قاسم طلب من السعودية تعتذر من لبنان لأنها أساءت لللبنانيين. صحيح، هيدا المفروض يصير، وإذا ما صار وما اعتذرت بدنا نسحب ودائعنا من السعودية. اف، وشو هي ودائعكم بالسعودية؟ ما في يقول لأسباب أمنية. قدرت لك. شكرا للوزير حسين الحاج حسن. استراحة إعلانية ومن بعدها هوارة بالسفارة. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية، يفترض من بعد الحكم اللي صدر على فضل شاكر اليوم وهو إلقاء القبض عليه واعتقاله لمدة 5 سنين، يفترض انه يبورد قلبه للوزير أشرف ريفي. مش وحده ميشيل سماحة كان حكمه دلوع. وهلأ منختم ديمقراطية اليوم مع هوارة من السفارة، السفارة اللي كانت عنوان ومقصد للانبطاحيين والزحفين. والتنين بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. حول يا ابو الهوارة رحنا على السفارة، ناس تطب وناس تقوم تا نحصل عشبارة. حول يا ابو الهوارة رحنا على السفارة، ناس تطب وناس تقوم تا نحصل عشبارة. بطحنا عالحصيري تحت ركاب العسيري، بطحنا عالحصيري تحت ركاب العسيري، كأنه الله سفير وهو بيرسم مصيري. كتر ما شديت نزول طلعوا البر بواسيري، ركعت عبلطة بالطول غرزوا فيها ضفيري، علقت مصبر ومزلول وفرج بقلب السفارة. حور يا ابو الهوارة رحنا على السفارة، ناس تطب وناس تقوم تا نحصل عشبارة. رحنا نسلم رحنا النخ نعطي البيعة لطال عمره، رحنا نسلم رحنا النخ نعطي البيعة لطال عمره، اجرينا اعلى من المخ تنقله نحنا بامره، نطلب دعمه حتى يطخ حزب الله ويقصف عمره، نتوسله حتى يبخ علينا ريالات وتمره، من دونه رايحين نش اخ ونلعب نارا. حور يا ابو الهوارة رحنا على السفارة، ناس تطب وناس تقوم تا نحصل عشبارة. حور يا ابو الهوارة رحنا على السفارة،
ناس الطب وناس تقوم طار نحصل عشي بارا. دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.